أهلا بكم أعزائي المشاهدين. هذا المقطع تكميلي للحلقة السابقة، أشرح فيه الأدوات التي جهزتها لصنع الأقفاص. أول شيء اشتريت هذا المنشار، يأتي معه القالب الخاص به، يساعد على قطع الخشب بشكل عمودي ممتاز، أحسن من القطع باليد. وضعت هذه الحواجز لكي لا أعيد القياس كل مرة، فقط أضع الخشبة وأقطع وأجد القطع متشابهة بشكل متساوي. هذه لقطع الطول وهذه لقطع العرض، وهكذا لإنجاز العمل بسرعة. فقد قمت بقطع وثقب كمية تكفي لصنع قفصين مع بعض في مدة 10 دقائق فقط. ثاني شيء، قمت بتثبيت المثقاب على خشبة بالأسلاك والمسامير، مع وضع هذه الحواف لأضع عليها الخشبة المراد ثقبها. هكذا، أهم شيء أن يكون مستوى الثقب في منتصف الخشبة تماما لنحصل على شكل متجانس. وقطعة الحديد هذه تغنيك عن تعليم مكان الثقب كل مرة. كل ما يجب فعله هو وضع الخشبة داخلها، ثم نثقب أول ثقب من اليمين أو اليسار ونثبته بسلك، ونكمل البقية كما تشاهدون. وهكذا أصبحت الأمور سهلة وبسيطة، فقط بقي التركيب والتجميع ونحصل على هذا الشكل في النهاية.